أنا اسمي محمد وعمري 11 سنة، شاطر بالمدرسة وجايب الأول أصلا. قبل فترة المركز جاب لنا قائمة للأمنيات، وأنا تمنيت إني أشوف ولي العهد الأمير حسين. واليوم أجا ولي العهد وانبسطت كثير معه. أنا جيت خصوصي أشوف محمد اليوم يعني، وأسلم عليه. انبسطت كثير وحضنته كمان. كنت متوقع أن ولي العهد يجي يزورني ويشوف الإشي اللي أنا كتبته يعني.